يحتل الإصلاحيون المسلمون موقعاً هاماً في تشكيل رؤية وتوجهات الفكر الإسلامي الحديث. هم إصلاحيون لأن نهجهم لم يكن نهجاً ثورياً انقلابياً، وقد اتخذوا مفهوم الإصلاح القرآني هدياً لهم. كان الإصلاحيون في سوادهم من العلماء، بخلاف قادة وكوادر القوى الإسلامية السياسية التالية لهم، الذين هم في أغلبيتهم من الفئات الحديثة. كان ذلك لسبب موضوعي، وأنه لم تكن قد نشأت في ذلك الوقت مدارس حديثة، وكانت المؤسسات التعليمية الوحيدة، تكاد تكون الوحيدة في ذلك الوقت، هي المدارس التعليمية، سواء كانت في الأزهر الشريف أو في الزيتونة أو في القرويين أو في ديوبند أو في غيرها من المعاهد الدينية التقليدية المعروفة. وجدوا في أنفسهم أنهم أصحاب حق مكتسب، لأن الإسلام دين حق وتوحيد، ورأوا أن كل شيء حق لهم لأنهم يمثلون الشعب دينيا، كما أن صورة الدولة العثمانية كانت بسيطة ولم تكن مؤثرة كدولة مؤسسات في هذه الفترة. مسألة رؤية الجنود الأجانب وسلطات الاحتلال الأجنبية على أرض البلدان الإسلامية، هذه مسألة غير مقبولة على الإطلاق، وخاصة في الأوساط العلمية الدينية التي يعني تتوارث جيلا بعد جيل مسألة أنه إذا ديست أرض الإسلام فيعني وجب الجهاد وأصبح فرض عين على كل مسلم ومسلمة، حتى أن المرأة تخرج بغير إذن زوجها إلى آخر هذه التقاليد الفقهية المعروفة. كان أمرا يعني محزنا وأمرا يستثير يعني همم كثير جدا من العلماء، ومن أوساط هذه النخب بدأت تظهر بعض الأصوات لتدعو إلى إصلاح الأحوال وتبحث عن الأسباب التي أدت إلى هذا الانكسار. ولكن كل شيء تغير عام 1699 في كارلوفيتشا في حروب كل من الدولة العثمانية والنمسا، فكان العلماء والدولة سبباً من أسباب الهزيمة، ولأول مرة يتولد صراع داخل الدولة العثمانية وحالة نفسية سيئة أمام أوروبا، ويتم قبول اتفاق كارلوفيتشا بالهزيمة والتصديق عليها رسمياً. دفعت حالة التأزم المتفاقمة هذه رجال الدولة المسلمين في اسطنبول والقاهرة وتونس وطهران إلى إطلاق برامج تحديث واسعة النطاق، اتخذت الأنظمة والمؤسسات والقوانين الأوروبية الغربية مثالا لها. أنا أظن أنهم وجهوا بالقانون الخلدوني، المغلوب مولع بتقليد الغالب في عوائده وزيه ونحلته وسائر أحواله، ومن هنا بدا لهم في إطار الصدمة الحضارية التي يمكن أن تكون قد حدثت بعد المرحلة الاستعمارية، حتى نستطيع أن نقول أنه بعد الحملة الفرنسية حدث ذلك الفارق أو الفجوة ما بين هذا العقل المسلم في نهضته وهذا العقل الغربي في نهضته أيضا، وبدأ أن هناك نوع من التفوق الغربي، نستطيع أن نقول أن الظاهرة الاستعمارية أشرت على هذا التفوق ولو ماديا. كان لكل منهم سواء على المستوى النخب التي تعمل، النخب الحكومية أو نخب الدولة التي لديها مناصب في الحكم، أو النخب غير الحكومية أو النخب الثقافية والفكرية، يعني بدأوا تتصور تصورات مختلفة. فهناك من تصور أن الإصلاح يجب أن يأتي من داخل مؤسسات الدولة، يجب أن نبدأ أولا من إصلاح البيروقراطية العامة، إصلاح المؤسسة، بناء مؤسسات حديثة، ترميم هيكل الدولة وإعادة بث الحيوية في أوصال هذا الكيان. هناك من رأى العكس، أن البداية الصحيحة يجب أن تكون من القواعد الشعبية وليست من المؤسسات الرسمية ولا من الأجهزة الحكومية.
وهناك فريق ثالث أيضا بدأ يتكلم عن حالة من التنوير العام أو الإصلاح الفكري العام الذي يعني يجمع بين النخب المثقفة ويجمع بين القواعد الشعبية بما فيه يعني إصلاح الأمور العقيدية والممارسات السلوكية وإلى آخره. نجمت عن حركة التحديث والاختراق الاقتصادي الغربي حالة واسعة من الاضطراب. أخذت المدن الإسلامية التاريخية في التضخم بالمهاجرين إليها من أهل الريف وأصحاب الحرف الذين فقدوا معاشهم. انفجرت الحروب الطائفية في جبل لبنان ودمشق، وشهدت الموصل ونابلس وحلب وجدة انتفاضات شعبية، وثار المسلمون في أنحاء الهند ضد البريطانيين. فقط علماء ولكن العلماء لم يهتموا بذلك ولم يتجاوبوا، لأنهم كانوا يعتقدون أن هذا التغيير الجديد هو بمثابة البعد عن الدين، وكانوا يرون أن الدولة العثمانية ستنهار لهذا السبب. الانقسام فيما يتعلق برؤية النموذج الغربي نفسه هذا انقسام مهم، وفي حقيقة الأمر لم يكن في داخل النخبة الإسلامية أو داخل الإصلاحيين الإسلاميين بقدر ما كان بينهم ككل وبين النخب الجديدة التي بدأت تتشكل على أرضية فكر آخر ورؤية أخرى للحياة وفلسفة أخرى، هو التيار الذي يمكن أن نطلق عليه العلماني أو التغريبي. في ذلك اليوم أتى زائر إلى اسطنبول وهو جمال الدين الأفغاني. عند قدومه لأول مرة في عصر السلطان عبد العزيز وجد تقديرا من العلماء ورجال الدولة والمثقفين. كان سيد جمال الدين الذي عرف بالأفغاني مفكرا ونشطا سياسيا كبيرا، داعية للإصلاح الداخلي وللجامعة الإسلامية، ومناهضا للاستعمار الأوروبي الحديث. جمال الدين الأفغاني يعني كما يؤرخ له أقرب الناس إليه وأعرف الناس به وهو محمد عبده، هو نشأ في بلاد الأفغان، هو مذهبه حنفي في الفقه، سني أشعري ما تريدي، كما يقول محمد عبده حنفي حنيفي، ملتزم بمذهب إمامه التزاما شاملا، وعنده ميول إلى الصوفية، وهو تميز هو وعبده ورشيد رضا بالجمع ما بين العقلانية الإسلامية وما بين قدر من التصوف لتهذيب النفس الإنسانية. أعتقد أن الأفغاني كان منغلقا وغامضا وغريب الأطوار، وكان مضطرا لذلك لأنه كان دائما وجها لوجه مع المشكلات والأزمات في العالم الإسلامي، بالإضافة لوجوده في عصر الإمبريالية ووهج قوتها، ولم يكن لديه قوة لكل هذه المشكلات، ولم يكن لديه خلفية العرب وعلومهم وثقافتهم، ولم يكن على معرفة بالجغرافيا الإسلامية، ومع ذلك كان متحمسا أينما ذهب يحاول أن يقود الناس، وعند قيادته لهم كان يجد معوقات في طريقه وتغييرا في الأفكار فجأة، ولهذا كان يتخبط ويقع في مشكلات تنظيمية. الأفغاني كان في عصره كان رائد وإمام للحركة الإحيائية الإسلامية. طبيعي أن تيارات الفكر المختلفة سنية وشيعية أنها تتنازعه. الشبهة التي جاءت حول أنه شيعي وأنه ولد في أسد أباد هي ليست صحيحة، ولأن هو ولد في أسعد أباد وليس في أسد أباد، نشأ في الأفغان، شارك في النشاط السياسي في بلاد الأفغان ووصل إلى مرتبة الوزير الأول كأنه رئيس الوزراء، وقاتل مع الأمير الأفغاني ضد الجيوش الإنجليزية، كل هذا ثابت، وهو أول من كتب تاريخ الأفغان اللي هو البيان في تتمة البيان في تاريخ الأفغان، كتبوا كتابة إنسان أفغاني يعني عاش في أحشاء المجتمع الأفغاني والتاريخ الأفغاني. عاش الأفغاني شبابه في أفغانستان، وبعد قيامه بالحج وهو في العشرين من عمره
دخل في خدمة الأمير دوست محمد خان ورافقه في حملته على هيرات، ولكن موت الأمير سرعان ما أدى إلى حرب أهلية بين أبنائه. كان حظ الأفغاني فيها الانحياز للجانب الخاسر، وهو ما دعاه لمغادرة كابول إلى الهند في 1869. بعد شهرين من خضوعه للرقابة الأمنية، طلبت السلطات البريطانية منه مغادرة الهند فرحل إلى مصر. في زيارته هذه الأولى للقاهرة، تعرف الأفغاني إلى بعض من وجوه البلاد وعلماء الأزهر، ولكنه بعد أقل من شهرين حمل عصا الترحال من جديد ليصل إلى اسطنبول سنة 1870. وبالرغم من الاستقبال الحافل الذي وجده في عاصمة السلطنة العثمانية، فإن انتقادات وجهت له من شيخ الإسلام حسن فهمي دفعته للعودة إلى القاهرة في 1871، حيث سيبقى حتى طرده بعد 8 سنوات. عند وصوله الثاني للقاهرة، منحته حكومة الخديوي إسماعيل راتبة وسمحت له بالحركة بلا قيود. وربما كانت إقامة الأفغاني في القاهرة هي أكثر فترات حياته تأثيراً. والأفغاني فتح على الفلسفة الإسلامية نافذة كانت مغلقة في مصر وفي الأزهر حتى ذلك التاريخ. يعني الكتب التراثية، الكتب الفلسفية، من إشارات ابن سينا إلى التعليقات على شرح الدواني للعقائد العضدية وغيرها من الكتب الفلسفية والصوفية، أنا أقول وكتب علم الكلام، أنا أقول هذا بعث لتراث الإسلام الحقيقي في الفكر كان مطمور ومطموس في مصر حتى ذلك التاريخ. وفي مجلسه بمقهى البوسطة في وسط المدينة، بدأت حلقة من الشبان في الالتفاف حوله، علماء وغير علماء، ومسلمون وغير مسلمين، من محمد عبده إلى سعد زغلول إلى أديب إسحاق. كانت الفكرة المركزية لديه هي فكرة الوحدة وكيف يمكن تحقيقها في مواجهة هذا التحدي. كان يستخدم التاريخ ويرجع إلى الفقه ويرجع إلى كافة مصادر التراث الإسلامي وحتى القراءات الجديدة والحديثة ليركز فيما يركز بطبيعة الحال على أهمية الوحدة وأهمية إيجاد وسائل عملية وقوية وفعالة لضمان هذه الوحدة. وجد أن هذه الساحة الإسلامية التي تتعلق بالأمة هي مجال اهتمامه ومجال تركيزه، وهذه المسألة مسألة غاية في الأهمية. فكرة الجامعة الإسلامية كانت فكرة محورية لدى جمال الدين الأفغاني، وأظن أن هذه الفكرة المحورية لم تكن فقط مجرد فكرة نظرية، ولكنها كانت أبعد من ذلك. أنا أظن أنها كانت فكرة أراد أن يطبقها عملا بترحاله بين كثير من هذه المناطق والدول التي ذهب إليها ليحاول أن يقدم مشروعا إصلاحيا ويقدم مدرسة فكرية وتلامذة أيضا على المستوى الفكري وعلى المستوى الحركي في آن واحد. يعني الأفغاني بلا جدال دخل المحفل المسؤول، وهناك بخط يده طلب دخول المحفل المسؤول، وأنا نشرت هذا في كتابي عن جمال الدين أفغاني المفترى عليه. لكن أفغاني دخل الماسونية لماذا؟ أولا لاعتبارين، هو كان يريد تطويع التنظيمات الموجودة التي تضم نخب إلى مشروعه الفكري ومشروعه السياسي. الأمر الثاني أنه الماسونية حتى ذلك التاريخ في الشرق لم يكن قد ظهرت علاقاتها بالحركة الصهيونية، لأن هذا سابق على تكوين الحركة الصهيونية وهيرتزل، لأنه هو دخل الماسونية في 70ات القرن 19 بينما الحركة هيرتزل ومؤتمر هيرتزل 1897. إذن كان ولم تكن اكتشفت بعد هذه العلاقة مع الحركة الصهيونية، وكانت سمعة الحركة الماسونية سمعة طيبة في ذلك التاريخ على النطاق العالمي، إنها حركة
ضد الإقطاع، ظهرت ضد الإقطاع في أوروبا، ضد الكنيسة في أوروبا إنها لا تميز بين الناس على أساس الدين. لكن الأفغاني عندما دخل الماسونية ودعاهم لمقاومة التدخل الأجنبي والاستبداد الداخلي، قالوا لا علاقة لنا بالسياسة، فخطب خطبة عصماء في مؤتمر في المحفل الماسوني بحضور ولي عهد انجلترا، وقال لهم إذا كنتم لا تتدخلون في السياسة كيف تسمون أنفسكم البنائين الأحرار؟ إذن لم يعد لكم إلا بعض تمتمات تشككون بها الناس في عقائدهم، واستقال من المحفل الماسوني. كانت سياسات الخديوي إسماعيل في سبعينيات القرن التاسع عشر قد أوقعت مصر بين مخالب الديون الأجنبية، وبدأت سمعة الخديوي الطموح في التدهور بين الوطنيين المصريين. ويعتقد بأن الأفغاني شجع تلميذه الشيخ الشاب محمد عبدو على اغتيال الخديوي، ولم يوقف خطة الاغتيال إلا استبدال توفيق بأبيه إسماعيل على عرش مصر. ولكن الحكم الجديد ضاق ذرعا بالأفغاني ونشاطاته وبادر إلى طرده من مصر، فعاد ثانية إلى الهند. وخلال إقامته هذه في الهند كتب كتابه الوحيد المكتمل الرد على الدهريين، الذي دافع فيه عن الإسلام في مواجهة من يسعون إلى استعارة الثقافة المادية الأوروبية كما هي. في 1883 غادر الأفغاني الهند إلى أوروبا ليبدأ مرحلة جديدة من نضاله. كانت مصر قد سقطت تحت الاحتلال البريطاني في العام السابق، وأحس الأفغاني أن من واجبه تصعيد التحريض ضد الإمبراطوريات الأوروبية، ولكن محطته الأوروبية الأولى كانت لندن. في ربيع العام ذاته ارتحل الأفغاني إلى باريس، حيث كتب رده الشهير على مقولة الفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسي رينان بأن الإسلام لا يتفق وروح العلم الحديث. استدعى الأفغاني إلى باريس محمد عبدو، ثاني الإصلاحيين الكبار، أحد أبرز الذين تأثروا بالأفغاني في مطلع حياتهم. وإن كانت علاقة الأفغاني المبكرة بدوائر الحكم والسياسة قد شقت الطريق إلى حياته الحافلة المضطربة، فلم يكن في مطلع حياة عبده ما ينبئ الكثير عن مستقبله. ولد عبده لأسرة مصرية ريفية في 1849، وعاش طفولته في محلة نصر من قرى مديرية البحيرة في منطقة الدلتا الزراعية. تلقى عبد تعليمه الأولي في كتاب القرية، ثم انتقل وهو في 13 من عمره إلى المعهد الأزهري في مدينة طنطا. قبل أن ينتقل في 1866 إلى القاهرة وإلى الأزهر، قلعة التعليم الإسلامي، لم يستطع أن يتكيف مع شيوخ وعلماء المعهد الأحمدي، لأنه وجد فيهم مللاً وتكرار وضيق صدر لا يتسع صدرهم لا للأسئلة ولا حتى للأجوبة. وسجل ذلك هو بنفسه في بعض مذكراته. المهم، عندما وصل إلى الأزهر الشريف في القاهرة وجده لا يختلف كثيراً، بل وجد الملاحظات السلبية مكبرة في داخل الأزهر الشريف، وفوجئ بحالة الجمود وحالة الخمول، ووصف وصف يعني مزري في حقيقة الأمر. إذا كان هذه هي مشكلة الأزهر، مشكلة طريقة التدريس، مشكلة المواد التي تدرس، مشكلة نقص في تدريس العلوم التي هي علوم النهضة وعلوم التمدن المدني، كذا هذه كانت مشكلة الأزهر في تلك الفترة. في 1872 قابل عبده الأفغاني لأول مرة وانبهر به، وبتشجيع منه اتجه للعمل في الصحافة حتى قبل إتمام تعليمه في الأزهر. في 1879 عين عبده مدرساً في دار العلوم التي كان قد أسسها علي مبارك ك
كمركز جديد للتعليم العالي بعد رفض علماء الأزهر الاستجابة لمطالب الدولة بتحديث وتطوير التعليم في الأزهر. ولكن أولى حكومات الخديوي توفيق التي طردت الأفغانية من مصر قامت أيضاً بإبعاد عبده إلى قريته. في العام التالي استدعته حكومة توفيق الثانية الليبرالية التوجه وعينته رئيساً لتحرير الوقائع المصرية. شارك عبده في أحداث الثورة العرابية في 1882، مما أدى إلى نفيه إلى بيروت بعد هزيمة الثورة ووقوع البلاد تحت الاحتلال البريطاني. وبعد عامين من الإقامة في بيروت توجه عبده إلى باريس حيث التحق بالأفغاني وشاركه تحرير وإصدار العروة الوثقى. يعني العروة الوثقى أحدثت نقلة نوعية في الخطاب، قربت الخطاب الإسلامي إلى القواعد الشعبية إلى دوائر أوسع من الدوائر التقليدية النخبوية التي كانت محصورة في داخل المؤسسات التعليم التقليدية القديمة مثل الأزهر وما شاكل الأزهر من معاهد التعليم. العروة الوثقى تركت يعني أو انتشرت في مختلف البلاد العربية والإسلامية، حتى وصلت إلى بعض التجار وبعض أصحاب الحرف والبسيطة جدا، كانوا يحرصون على اقتنائها أو على الأقل قراءتها أو حضور مجالس خاصة لقراءة بعض المقالات فيها. ما كتب في العروة الوثقى عن الوحدة الإسلامية وكيف أن الوحدة الإسلامية ليس معناها الدولة المركزية، وإنما كل حاكم على حكمه وكل ملك على عرشه، لكن وحدتهم القرآن، ولأن الوحدة أمر ديني وفي ضرورة حياتية في نفس الوقت. الملمح التجديدي حديثه عن العالم الإسلامي ومشكلات العالم الإسلامي، يعني أنت أمام منبر كان ينظر برؤية إسلامية. كانت هناك نوع من المواجعات الفكرية الداخلية لدى الإمام محمد عبده، والمواجعات الفكرية الحوارية مع أستاذه، ومن ثم هذا الوصف الذي وصف به جمال الدين الأفغاني تلميذه بأنه مثبط، كان يدعو إلى التأمل بعض الشيء في هذا المقام. بدأ يتبنى منهجا، نستطيع أن نقول أنه كان متميزا عن منهج جمال الدين الأفغاني. صار يركز على التربية، التعليم، كل الإصلاح الداخلي للمؤسسات، كل هذه الأمور، وليس فقط المسألة التي كان دائما يؤكد عليها جمال الدين الأفغاني بعناصر الثورة وكل هذه المعاني التي ترتبط بهذه الرؤية. بعد توقف العروة الوثقى افترق الأفغاني عن عبده الذي عاد إلى بيروت وافترقت طريقاهما. أما الأفغاني فقد دعاه الشاه ناصر الدين القاجاري إلى طهران في 1886، ولكن لا الشاه الذي كان حكمه في تلك الفترة قد تحول إلى استبداد سافر، ولا حاشيته كانا على استعداد لقبول آراء الأفغاني حول الإصلاح والدستور وضرورة الوحدة مع العثمانيين. في 1891 قبضت قوة من الفرسان على الأفغاني جنوبي طهران، وأخذ مقيداً ليلقى به في مدينة خانقين العراقية على الحدود الإيرانية العثمانية. كان رد الأفغاني أن كتب رسالته الهامة إلى المرجع الشيعي الإيراني ميرزا حسن الشيرازي المقيم في سامراء، محرضاً إياه ضد اتفاق احتكار التبغ الذي منحه الشاه لشركة بريطانية. الأفغاني وحركة الجامعة الإسلامية التي كان يمثلها، وكان لهذه الحركة بعد اقتصادي، وده أيضا من الأشياء التي تلفت النظر، يعني وده كتبه في كتب في حاضر العالم الإسلامي، إنه كيف إنه طلب إنه رؤوس الأموال
في البلاد الإسلامية لابد أن تكون إسلامية. إن المنتجات، الصناعات، المرافق العامة، قطر السكك الحديدية، المناجم، المعادن وإلى آخره. يعني أنا عايز أقول إنه ده فكر إسلامي لظاهرة الجامعة الإسلامية واليقظة الإسلامية كان أصيل في هذه الحركة. ولذلك هو لما رأى سيطرة الإنجليز الاقتصادية على إيران بواسطة الشاه كان موضوع التنباك، ونجح في أنه يستنفر المراجع الشيعية لتفتي بحرمة التنباك. والقصة شهيرة أنه كيف أن الشاه طلب الشيشة فلم يجدها، فسأل الخدم قالوا لأنه المرجع الشيعي حرم التنباك، وأدى ذلك إلى إفلاس الشركة الإنجليزية وإلى عودة التنباك إلى إيران. بعد إقامة قصيرة في البصرة وزيارة أخرى للندن، حطت رحال الأفغاني في اسطنبول التي توجه إليها بناء على دعوة من السلطان عبد الحميد. أعطي الأفغاني منزلا فخما على تلال نيشان تاش القريبة من قصر يلتز، ومنح راتبا شهريا سخيا. هناك تفسيران. التفسير الأول يقول أنه يعني تم استدعائه إلى اسطنبول لاستيعابه ووضعه تحت السيطرة المباشرة للسلطان العثماني، وحتى يكون تحت عينه وقريبا من يده. وهناك رأي آخر أو تفسير آخر يقول بأن السلطان عبد الحميد بالفعل كانت لديه نزعة إصلاحية، يحاول أن يجدد أو يعني يحدث تجديدا في داخل بنية الدولة العثمانية أو السلطنة العثمانية، وفي هذا الإطار كان يسعى إلى تجميع أكبر عدد ممكن من القادة الرأي والمصلحين، وكان الأفغاني أحدهم بكل تأكيد. في البداية كانت صلته بالسلطان وثيقة ومقابلاته له منتظمة، وفي أحد حواراتهما في حديقة قصر يلدز سأل السلطان الأفغاني إن كان يرى مخرجاً من تكالب القوى الأوروبية الاستعمارية على بلاد الإسلام والدولة العثمانية، فأجاب الأفغاني داعياً عبد الحميد إلى انسحاب عثماني من البلقان الذي باتت ثوراته تستنزف السلطنة، وإعلان العربية لغة الدولة الرسمية، ونقل العاصمة إلى بغداد حيث القلب العربي للإسلام. كان أبو الهدى الصيادي غريب الأطوار وغير مستقر نفسيا وغير منظم. في الحقيقة كان يخدع عبد الحميد ومن حوله، وكان له تأثير كبير في ابتعاد عبد الحميد عن الأفغاني. في 9 مارس/آذار توفي الأفغاني في اسطنبول بمضاعفات سرطان في الفم، ودفن في مقبرة بحي نيشان تاش. أهم ما تركه السيد جمال الدين الأفغاني هو تلامذته، سواء في مصر أو في بلاد الشام أو في الأفغان أو في يعني التلامذة الذين حملوا الفكر وحملوا الروح التي بثها السيد جمال الدين الأفغاني، هذا أهم ما تركه. وأنت إذا قرأت ما كتبه الشيخ الغزالي عن هذه المدرسة، لو قرأت حسن البنا وتأثره بهذه المدرسة تجد أن البذرة التي بذرت قد لا يكون الأفغاني رآها بأم عيني، لكن هو هذا هو شأن العقلاء دائما، أنك تبذر بصرف النظر عن من سيجني هذه الثمرة ومن سيرى هذه الشجرة التي بذرتها. فأنا أقول أن الأفغاني وضع بذور الإحياء الإسلامي الذي نرى الآن فروعه وأشجاره وأوراقه وغاباته وجهاداته في مختلف أنحاء العالم الإسلامي. وأهم فكرة تركها الأفغاني هي فكرة الوحدة الإسلامية، ضرورة العودة أو إلى مرة أخرى إلى توحيد شمل الأمة الإسلامية على المستوى الشعبي ثم على المستوى السياسي والمستوى الرسمي. إيقاظ روح التحدي للغزو الأجنبي وللسيطرة الأوروبية على البلاد الإسلامية، لم يكن يطيق أبدا أن يرى
رجلا أجنبيا أو جنديا بريطانيا أو فرنسيا يقف في أي عاصمة عربية أو في أي مدينة إسلامية، كان يعني يريد أن يشعل الأرض نارا من تحت أقدام هؤلاء حتى يخرجهم، لأن هذا يتنافى مع العزة. محمد عبده عندما ترك الأفغاني في باريس ورجع إلى بيروت، أنجز في بيروت 3 إنجازات: اشتغل بالتعليم في المدرسة السلطانية، وفسر القرآن في الجامع العمري حتى أن النصارى كانوا يأتون لسماع درسه في تفسير القرآن، وألقى دروسا في التوحيد اللي هي رسالة التوحيد. الفكرة الجوهرية الأساسية التي أدار عليها رسالة التوحيد هي فكرة الحرية. عندما يكون الإنسان عبدا لإله واحد، عندما يقول الإنسان أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، عندما يقول الإنسان أنه يعني لا يخضع للأوهام والأساطير ويعلي من شأن العقل ويحترم ما يمليه عليه عقله، هذه هي الرسالة الأساسية التي أراد الإمام أن يغرسها في أذهان الناس وأن يطبقوها عمليا على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي، انطلاقا من تحرير إرادة الفرد وانتهاء بتحرير إرادة الدولة والمجتمع من حالة الاستعمار عن طريق التربية كما اختار هو بعد ذلك. نجح عبده في 1889 في العودة إلى مصر بعد اتصالات أجراها مع المندوب السامي البريطاني الآمر الناهي في شؤون مصر اللورد كرومر. يعني هو عبده عندما عاد كان عائدا بنية أن يشتغل بالتعليم، هوايته الأولى أن يكون معلما، لكن الخديوي توفيق ثأرا من محمد عبده لموقفه مع الثورة العرابية منعه من الاشتغال بالتعليم، فعين في القضاء، ووصل في القضاء إلى يعني أنه كان في محكمة الاستئناف، وأنا أتصور أن له أحكام في القضاء لم يعصر عليها حتى الآن ولم تنشر، يعني قد تكون في أعماله ذات أهمية كبيرة. وبدأ الظهور عندما عين مفتيا للديار المصرية، لأنه حول دار الإفتاء من وظيفة في وزارة العدل إلى إمامة في العالم الإسلامي. خلص إلى أن أي برنامج إصلاحي، وخاصة إذا كان برنامجا يرتكز على فكرة تربوية تخاطب الأجيال الجديدة وتسعى إلى التنشئة الفكرية والذهنية والعقلية للأجيال الجديدة، وجد أن هكذا برنامج في ظل هكذا ظروف مثل التي عاشها لابد أن يضبط علاقته مع سلطات الاحتلال، وهي السلطات الفعلية على أرض الواقع في ذلك الوقت. كان من العبث أن يتحدى أو يناطح هذه السلطات ويسعى إلى تطبيق مثل هذا البرنامج، أراد أن يمرر هذا البرنامج من تحت سيف سلطة الاحتلال من خلال توثيق علاقته مع ممثلي هذا الاحتلال، مع اللورد كرومر أو مع المعتمد البريطاني أيا كان الموجود أو ممثل سلطة الاحتلال. إذن أنا أقول إنه القضية لم تكن عمالة للإنجليز، وإنما كان هو رجل يعرف هدفه الممكن في ظل سيطرة الاحتلال الإنجليزي. العمل السياسي لم يكن من مزاجه، ولم يره في صالح الحركة الإصلاحية، بل هو كان يوصي علماء الجزائر بهذا المنهج، أنه يبتعدوا عن السياسة ويشتغلوا في تعليم العربية وفي إحياء وفي تجديد الفكر الإسلامي. الحديث اللي قاله مالك بن نبي، المقاومة للاستعمار ومقاومة القابلية للاستعمار، هو كان يقاوم القابلية للاستعمار وليس يقاوم الاستعمار نفسه، ده كان محمد عبده. بهذا المنطق جه عاد إلى مصر، وعاد إلى مصر الفترة ما بين 89 لأن توفي سنة 1905. وفي هذه الفترة كانت ذروة الاستعمار البريطاني منفردا بمصر وبحكم مصر تقريبا، هو صاحب الكلمة العليا. وتصور محمد عبده في هذه الفترة أنه يستطيع أن يصلح المقاومة للاستعمار والمقاومة القبلية للاستعمار في هذه الفترة، وأنه يتصور أنه يستطيع أن يقوم بهذا الدور. وذلك قام بفكرة التجديد منعزلة عن المطالب الوطنية التي كان يتبناها الشعب المصري في هذا الوقت،
والتي تتعلق بإجلاء الإنجليز عن مصر وبتحرير الإرادة السياسية الرسمية للدولة المصرية من المشيئة البريطانية ومن حكم الإنجليز. في شتاء 1897 وصل القاهرة من طرابلس الشام عالم شاب كان إعجابه بعبده أحد الأسباب التي دفعته إلى الهجرة لمصر، هو السيد محمد رشيد رضا. كان أول عمل قام به رضا في القاهرة هو زيارة عبده وإعلان ولائه له. ولد رضا في بلدة القلمون قرب طرابلس على الساحل اللبناني لأسرة تنحدر من أهل البيت، وقد تلقى رضا تعليمه الأولي في كتاب القلمون ثم في المدرسة الوطنية التي أسسها وأدارها الشيخ حسين الجسر. هو رشيد رضا بدأ صوفياً، كان يطوف القرى حول القلمون ويعظ الناس وكرجل صوفي. هو اللحظة التي كانت فارقة في حياته وفي تطوره الفكري هي قراءته للعروة الوثقى، لمقالات العروة الوثقى، وذلك هو أدرك أن الإسلام مدني كما أنه ديني، وأنه مدنية كما أنه دين، وأن الإسلام فيه سياسة، وأن الإسلام له رؤية حضارية. يعني أدرك أن الإسلام الذي كان الذي جعله صوفيا متقوقعا في صومعته ليس هذا هو الإسلام الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي جعله يتعلق بالأفغاني ويتعلق بمحمد عبده. بمباركة من عبده أصدر رضا في العام التالي لوصوله القاهرة مجلة المنار، متخذاً من مقرها في شارع الإنشاء مكتباً ومطبعة ومنزلاً. هي تعتبر مدرسة متكاملة في أيضاً في استكمال ما بدأته العروة الوثقى، في تعميق كثير من الطروحات التي وردت في العروة الوثقى، في إضافة الجديد والكثير إلى ما بدأته العروة الوثقى. الذي حمل فكر الأفغاني وفكر محمد عبده وفكر المدرسة الإصلاحية إلى العالم الإسلامي، اللي وداه الهند، اللي وداه الكويت، اللي وداه المغرب، اللي وداه في كل أنحاء العالم الإسلامي، هو مجلة المنار. وذلك هي كانت ديوان الإحياء الإسلامي على امتداد أكثر من نحو 40 عام. بعد وفاة عبده أصبح رضا أكثر حرية في تحديد خياراته، فمن ناحية تحسنت علاقته بأوساط الخديوي عباس، ومن ناحية أخرى ازدادت صلاته وثوقاً بالأوساط المناهضة لحكم السلطان عبد الحميد وبالعناصر ذات التوجه العروبي. وفي 1908 عندما انقلب ضباط جمعية الاتحاد والترقي على السلطان عبد الحميد أيد رضا الانقلاب، كما أيد في العام الذي يليه الانقلاب الثاني الذي وضع نهاية لحكم عبد الحميد وعزز من سيطرة الاتحاديين على الحكم. ولكن سرعان ما اتضح أن هناك برنامجا آخر لهذه الحركة يدعو إلى سلخها عن العرب، يدعو إلى 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 الانكساء على النزعة القومية الطورانية و التخلص من هذا العبء الثقيل الذي تصوروهم بطبيعة الحال، الذي أثقل كاهل الأتراك أو الترك على وجه العموم، واتهموا العرب بأنهم سبب التخلف. في الوقت الذي ظهر في ذلك في الوقت نفسه بعض أصحاب الاتجاهات التغريبية في العالم العربي وفي البلدان العربية تتهم الأتراك والطورانيين بأنهم هم الذين سببوا التخلف في العالم العربي، فالتقت يعني الرؤيتان النقيضتان وحصل الانسلاخ المتبادل. هي نزعة عروبية بالمعنى الحضاري والثقافي وليست بالمعنى العرقي والجنسي، لأنه العروبة كونها عرق وجنس هذه نزعة عنصرية،
يعني هي محمد عبده لما اتكلم او حتى حسن البنا قال دي يعني هي دي الجاهليه، الرسول قال الله رسول الله قال دعوها فانها منتنه، انما العروبه اللي هي ارسى مضمونها ومفهومها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان الا ان العربيه ليست العربيه باحدكم من اب او ام وانما هي اللسان، فمن تكلم العربيه فهو عربي. وارتباط العربيه بالاسلام كلغة أولى لفهم الإسلام ولفهم القرآن الكريم يجعل العروبة ليست قاصرة على ما بين المحيط والخليج، وإنما هي المفروض يكون لها امتدادات في العالم الإسلامي. وذلك نزعت الأفغاني للعروبة، نزعت محمد عبده للعروبة، نزعت رشيد رضا للعروبة، ليست النزعة عند الأحزاب القومية التي أخذت القومية بالمعنى الغربي وفهمت العروبة بالمعنى العرقي وبمعنى الدم وبمعنى الجنس. وبالرغم من أن رضا دعا العرب عند اندلاع نيران الحرب العالمية الأولى إلى الدفاع عن السلطنة والخلافة ضد القوى الغربية الاستعمارية، فإن إعدامات جمال باشا لرجالات العرب في بيروت ودمشق والقدس حسمت موقفه من الرابطة العثمانية. وعندما أعلن الشريف حسين في مكة باتفاق مع البريطانيين الثورة العربية ضد الحكم الاتحادي أيد رضا الثورة بلا تحفظ. هو طبعا الحرب العالمية الأولى شهدت ذروة نجاح المشروع الاستعماري في العالم الإسلامي، يعني أولا إسقاط الخلافة على ما كانت عليه من الضعف والتراجع والسوء، إنما كانت وعاء، كانت رمز. لأول مرة في تاريخ الإسلام يحطم هذا الوعاء، يبقى إذن الوعاء لو ظل من الممكن تجديده، من الممكن تغيير محتواه. الحرب العالمية الأولى لم تكن رؤوفة بالعرب إطلاقا الحقيقة. الحرب العالمية الأولى يعني ضحك على العرب فيها ضحكا لم يحدث في التاريخ بهذا الشكل. يعني الوعد بلفور صدر فيها، اتفاقية سايكس بيكو صنعت فيها، تأييد الدولة الثورة العربية المؤيدة من الإنجليز لضرب العدو العثماني للإنجليز وليس ولإرث الإنجليز للعثمانيين كان هو ثابت فيها الحقيقة. وده الدرس اللي خده رشيد رضا في الفترة دي. جهد رشيد رضا في اكتشاف خطر المشروع الصهيوني ليس على فلسطين فقط، وإنما حتى على مصر، وكلم عن سيناء، وكلم عن شرق الأردن، وكلم عن العراق، وكلم عن سوريا والشام، وكلم عن اليهودية العالمية، وكلم عن موقف الغرب من هذا المشروع الصهيوني. وهو بدأ وعيه بهذا المشروع في سنة 1910، وكان التيار الليبرالي وكل التيارات الأخرى غافلة أو متغافلة عن هذا المشروع. وكان وايزمان يأتي إلى مصر ويحضر في اجتماعات الحركات الجمعيات الصهيونية، وكانوا يتدربون وصحفهم تصدر في مصر وتعمل إعلانات عن الأرض الفلسطينية. فتوى رشيد رضا في تحريم بيع الأرض الفلسطينية. في لحظة المرارة والخيبة تلك وجد رضا في عبد العزيز آل سعود وتوحيده الجزيرة العربية واستقلاله عن المستعمرين أملا جديدا. كان رضا يرى نفسه سلفيا مجددا، وقد رأى في استناد الحركة السعودية إلى تعاليم الشيخ محمد بن عبد الوهاب مشتركاً عقدياً وإصلاحياً. التحولات والتغيرات السريعة في النمط الذي ألفه أو ألفته المجتمعات الإسلامية لأزمان طويلة في الزي، في المأكل، في المشرب، في طريقة الكلام، في وضع المرأة، في دور المرأة، في تعليم كل هذه الأمور الاجتماعية يعني أصابتها موجة من التغيرات السريعة في وقت قصير جدا بعد الحرب العالمية الأولى على وجه الخصوص وفي العشرينيات. هذه الموجة التي صاحبتها كثير من عوامل أو من مظاهر الإلحاد والتحلل والإباحية والخروج على نمط الحياة الإسلامية القويمة إلى آخره، جعلت السيد رشيد رضا وغيره من قادة المدرسة السلفية أو من زعماء الإصلاح الإسلامي بشكل عام يتمسكون بدرجة أكبر بالرؤية السلفية إذا جاز التعبير،
لسبب أساسي، وهو أن هذه الرؤية حسب وجهة نظرهم هي التي أو هي الكفيلة بالمحافظة على الهوية. دافع رضا عن الخلافة عندما رأى أتاتورك يتحرك لإلغائها. دعم الثورة السورية في منتصف العشرينيات بكل ما استطاع. ساند الحركة الوطنية المغربية ضد مشروع الظهير البربري الفرنسي الانقسامي، ووقف إلى جانب تلميذه الحاج أمين الحسيني في فلسطين، مشاركاً في المؤتمر الإسلامي العام في القدس في 1931. وعندما أسلم الروح في 1935، لم يكن هناك شك في أنه اعتبر أبرز إصلاحيي جيله وأكثرهم تأثيراً. أنا أظن أما أن هؤلاء قدموا ما يستحق الوقوف عنده في هذا المشروع الإصلاحي فقد قدمه. لا أحد بأي حد من الأحوال يمكن أن ينكر هذا الجهد، ولكن المسألة هنا ترتبط هل كان الجهد والتجديد الفكري والمواقف الفكرية والثقافية التي اتخذوها يعني يمكن أن تتناسب مع حجم المشاكل والتحديات. هذه هي القضية الكبرى التي أريد أن أقول أن كانت هناك فجوة. معنى من معاني الانحطاط هو انسداد القنوات بين الدين كما يمارسه المسلمون وبين الدين كما هو وحي وكما نزل. الحركة الإصلاحية عملت على تسريح هذه القنوات على نحو أن يصبح الكتاب والسنة يتفاعلان، يعني تستطيع تقول استعادة الحوار بين النص والواقع. بمواجهتهم لما اعتبروه انحرافا عن جوهر الإسلام، نشر الإصلاحيون قيم الإسلام العليا، وباستخدامهم الكثيف لأدوات الصحافة الحديثة جعلوا الخطاب الإسلامي أكثر اقترابا من لغة الناس وحياتهم اليومية. ولكن إنجازهم الرئيس وغير المقصود ربما تمثل في وضع بذور موضوعات القرن العشرين الإسلامية الكبرى، أن الإسلام يحتوي الإجابة على كل أسئلة العصر، بما في ذلك سؤال الحداثة ذاتها. وقد أصبحت هذه الموضوعات فيما بعد حجر الأساس في أيديولوجيا الحركات الإسلامية السياسية. الإصلاحيون تمكنوا أيضاً من شق طريق جديد لتفاعل العقل المسلم مع الحداثة. المشروع اللي كان مطروع على المسلمين الذي طرحه الاحتلال أنكم لكي تنالوا بركات الحداثة وخيراتها مطلوباً أن تفعلوا مثل ما فعلنا، أن تميتوا جانباً الإسلام، أن تهمشوا الإسلام، فلا يبقى إلا نهجا للتعبد ولكن ليس منهجا للحياة. الحركة الإصلاحية استطاعت أن تطرح خيارا آخر، نعم للتحديث، ولكن تحديث في إطار الذاتية الإسلامية، في إطار مقومات الشخصية الإسلامية، في إطار الوحي. بالتالي وهذا جعل الصراع ليس بين تحديث وتقليد كما قلت، وإنما صراع بين نمطين من الحداثة، حداثة أصيلة وبين حداثة هجينة يدعمها الاحتلال. أهم ما يؤخذ على هذه المدرسة هو أنها يعني كانت تركز على التأسيس النظري والفكري أكثر من التركيز على الجانب العملي والتطبيقي. ربما لم يكن المناخ مناسبا، ربما لم تكن التجربة قد نضجت بالنسبة إلى كثير منهم، ربما لم يكن من السهل أو في ظل تلك الظروف والأوضاع والملابسات التي عاشوا فيها من ناحية انتشار التعليم، من ناحية انتشار الثقافة العامة، من ناحية حجم التحديات وضرورة اختيار بعض الأولويات دفعتهم إلى اختيار هذا المستوى من مستويات التأسيس والتأصيل النظري. قد يكون هذا كله صحيحا، ولكن يبقى وجه القصور الأساسي حسب رأيي هو في أنهم لم يركزوا بدرجة كافية على كيف يمكن تحويل هذه الأفكار إلى برامج عملية وتطبيقية يمكن أن نراها على أرض الواقع.
كان هم الإصلاحيين البحث عن إجابة لسؤال النهضة، وقد أخذهم بحثهم عن الخلاص من الأزمة من موقع إلى آخر ومن رحلة إلى أخرى. خلفاؤهم من الإسلاميين كانوا أكثر يقيناً وتصميماً. أحد هؤلاء، بل أولهم على الإطلاق، تلميذ رشيد رضا وأحد أبرز مريديه، كان حسن البنا.